بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 11. مستمع سويلم قاضب من القريات الحدود الشمالية يقول: أنا رجل أعمل في التجارة، وكل سنة في شهر رمضان المبارك أزكي ما عندي من مال، وعندي عمال يعملون معي براتب شهري، فهل يجوز لي أن أعطيهم زكاة مالي الذي أخرجه في كل سنة، أم أسلمه إلى جبات الزكاة التابعين للحكومة وهم بدورهم يصرفونه في وجوهه، علما أن هؤلاء العمال من الناس المتدينين حسب ما يتضح لي منهم ومن المحتاجين إلى الزكاة، فهل يجوز أن أدفعها إليهم أم لا، ولو بعثتها بواسطة شيك على أحد المصارف في بلادهم إلى أهلهم هل يصح ذلك أم لابد من إخراجها نقدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الزكاة أمرها عظيم، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. الله تعالى بيّن مصارفها بنفسه وحددها، وذلك مما يدل على أهميتها ومكانتها في الإسلام. أما ما سألت عنه من حكم دفعها إلى العمال الذين يعملون لديك وهم أهل طاعة كما ذكرت وأهل استقامة وهم فقراء أيضا، فالجواب أن الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ما دام أن هؤلاء العمال عندهم قدرة على الاكتساب وكسبهم يكفيهم فلا يجوز دفع الزكاة إليه، لأن قدرتهم على الاكتساب وتحصيلهم ما يكفيهم باكتسابهم يسد حاجتهم إلى الزكاة. لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. أما إذا كان اكتسابهم لا يكفيهم تلحقهم حاجة فلا بأس بدفع الزكاة إليهم. وأما ما أشرت إليه من قطع شيك بمبلغ الزكاة إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق فلا مانع من ذلك، لا مانع أن تحولها بشيك إلى أحد المصارف ليسلمها للمستحق في بلده. الله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد صاوي علي درويش، مصري مقيم بالقصيم، يقول: أفيدكم أن عمري الآن 45 سنة، وقد مضى علي 4 سنين من عمري دون أن أصلي ودون أن أصوم رمضان، ولكني في العام الماضي أديت فريضة الحج، فهل تكفر عني ما فاتني من صوم وصلاة؟ وإن كانت لا تكفر فماذا علي أن أفعله الآن؟ أرشدونا وفقكم الله. ترك الصلاة متعمدا خطير جدا، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، و إذا تركها المسلم متعمدا فإن ذلك كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها قد كفر. الله تعالى يقول في الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. ويقول عن أهل النار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبها، وهو الصحيح من قوله العلماء رحمهم الله. فما ذكرت من أنك تركتها متعمدا لمدة 3 سنوات هذا يقتضي الكفر، ولكن إذا تبت إلى الله عز وجل توبة صحيحة وحافظت على الصلاة في مستقبل حياتك فإن الله يمحو ما كان من ذي قبل، والتوبة الصادقة تجب ما قبلها. أما الحج فإنه لا يكفر ترك الصلاة ولا يكفر ترك الصيام، لأن هذه كبائر موبقة لا يكفرها الحج. وكذلك الحج إذا كنت أديته وأنت لا تصلي فإنه لا يصح، لأن الذي لا يصلي ليس له دين وليس له إسلام ولا يصح منه عمل إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا تبت إلى الله توبة صحيحة وحافظت على الصلاة فإن هذا يكفر ما سبق، ولكن عليك بالصدق والاستمرار على التوبة والاهتمام بالصلاة. وإذا كنت أديت الحج في حالة تركك للصلاة فعليك أن تعيده، أما إذا كنت أديته بعدما تبت فهو حج صحيح إن شاء الله، وما مضى من المعصية وترك الصلاة والصيام تكفره التوبة الصادقة. نعم.
هذه عدة أسئلة بعث بها المستمع سيد يا ميم من إيران طهران. يقول في سؤاله الأول: إذا كان لي صديق مثلا في بلد خارج البلد التي أقيم فيها واحتجت منه إلى مال، فهل يجوز أن أخذ منه بعملة بلدي الذي أنا فيه وأقضيه بعملة بلده هو؟ وهل فارق العملة يؤثر في دفع الزكاة؟ كأن يكون رصيدي من المال بالدولار مثلا وأريد أن أزكيه بعملة أقل قيمة من الدولار ولو في نفس البلد، فهل يجوز هذا أم لا؟ أما قضية القرض تقترض من شخص مبلغا من المال بعملة ثم تقضيه إياها بعملة أخرى، إذا كان هذا من باب المصارفة فلا بأس به، يجوز أن تصرف الدين الذي في ذمتك وتدفع لغريمك ودائنك أو مقرضك تدفع إليه من عملة أخرى مصارفة، هذا لا بأس به. يعني مع فارق العملة الزيادة، إذا كان هناك زيادة في القرض وكانت هذه الزيادة مشروطة فهذا لا يجوز، لأنه يكون من القرض الذي يجر نفعه، هذا لا يجوز أخذ الزيادة في القرض. أما إذا كانت هذه الزيادة تبرعا من المقترض دون أن يشترطها عليه المقرض، وإنما هو شيء تكرم به المقترض من باب المكافأة على الإحسان، فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض وكان يزيد في الوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم أحسنكم قضاء. إذا كان فارق العملة والزيادة جاءت من باب التبرع من المقترض دون أن يشترطها المقرض دون أن تكون عن اتفاق ومواطأة فلا بأس بذلك. يعني فارق العملة أقصد بدون فائدة، يعني مثلا لو كان صديقي مثلا في مصر وأنا هنا ودفع إلي مبلغا من المال بالريال السعودي وأريد أنا أن أقضيه بالجنيه المصري، إذا كان بقدر صرفه بالجنيه المصري نعم هذا ما أقصد، سواء بسواء هذا لا مانع منه، يعني أن تقضي الدين الذي بذمتك بعملة أخرى مثلا الجنيه المصري بأربع ريالات مثلا بسعر ما يساوي، بسعر ما يساوي، بسعر ما يساوي لا بأس بذلك. نعم، لأن هذا من باب المصارفة، من باب المصارفة. نعم. بالنسبة للزكاة، أما بالنسبة للزكاة فزكاة كل مال تجب من جنسه، زكاة كل مال تجب من جنسه، زكاة الدراهم دراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب، والماشية من الماشية، وهكذا. ويجوز أن تصرف النقود مثلا التي تجب عليك زكاة، يجوز أن تصرفها بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة إذا توافرت شروط الصرف، حصل التقابض ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا مانع من ذلك. نعم، إنما مثلا لا يجوز أن أزكي مثلا 100 دولار بريالين ونصف على أساس أنها 100 ريال مثلا، أقدرها بما تساوي في السوق، بسعرها في السوق. إذا وجبت عليك دراهم يجوز أن تخرجها من عملة أخرى بقدر ما تساوي، نعم، يساوي صرفها وسعرها في السوق في ذلك الوقت. نعم، في ذلك الوقت. نعم. هذا سؤاله الثاني، يقول فيه: أحيانا في الصلاة أستعجل في الركوع والسجود وأعلم أن أول ما يحاسب الإنسان عليه يوم القيامة الصلاة، فهل يجوز لي أن أصلي صلاة احتياطية تعوض ما حصل من نقص في الأولى؟ الصلاة الاحتياطية غير مشروعة، ولكن عليك أن تجتهد في إحضار قلبك والخشوع في صلاتك، وأن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم في مبدأ الصلاة وفي الاستفتاح الذي تقوله بعد تكبيرة الإحرام، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتحاول إحضار قلبك وفكرك للصلاة وأن تتعقل الصلاة، هذا هو الواجب عليك. وإن حصل منك بعض الهواجس أو بعض الأفكار ثم طردتها عنك وعاودت استحضار الصلاة والحضور فيها فإن هذا لا يضرك إن شاء الله، أما أن تصلي صلاة احتياطية هذا غير مشروع. نعم، إنما النوافل أو السنن الرواتب هذه، نعم، السنن الرواتب إن شاء الله، نعم، السنن الرواتب والسنن المطلقة ينبغي للإنسان أن يكثر منها، ينبغي للإنسان أن يكثر من النوافل، رواتب وغير رواتب مما هو مشروع، نعم، لأن صلاة النافلة تكمل بها صلاة الفريضة إذا حصل في الفريضة نقص، نعم، ينبغي للمسلم أن يكون له نصيب من صلوات النوافل وأن يحرص على أداء الرواتب التي مع الفرائض قبلها أو بعدها
أو قبلها وبعدها، لأن هذه الرواتب النوافل تكمل بها صلاة الفريضة إذا حصل فيها نقص. نعم. أما إعادة الصلاة على ما يقصد هو كان يصلي الظهر مثلا مرتين، صلاة لا تعاد إلا إذا اختل شرط من شروطها. نعم. اختل شرط من شروطها أو أركانها أو ترك شيئا من واجباتها عمدا، إذا ترك شيئا من شروط الصلاة أو أركان الصلاة أو ترك واجبا من واجباتها عمدا فهذه تعاد. نعم. أما مجرد أنه حصل فيها شك أفكار أو أوهام أو وساوس أو ما أشبه ذلك فهذا لا يقتضي إعادته. نعم. يقول في سؤاله الثالث: هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟ وإذا كانت تجوز فهل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد في الصلاة أم لا؟ الصلاة على الملائكة مشروعة، أن تقول عليهم الصلاة والسلام أو تقول عليهم السلام، لأنهم عباد مكرمون وهم خلق من خلق الله فضلهم الله سبحانه وتعالى على غيرهم، كما قال تعالى في حقهم: فالعباد مكرمون. وكما قال تعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. قال تعالى: بأيدي سفرة كرام بررة، إلى غير ذلك. فهم لهم قدرهم ولهم فضلهم وشرفهم، ويشرع الصلاة والسلام عليهم لا مانع من ذلك، بل هذا مشروع. وهل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول في التشهد؟ لا، الصلاة التي في التشهد يقتصر فيها على الوارد. نعم. ولكن في قولنا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذا يشمل كل عباد الله، كل عبد صالح في السماء أو في الأرض. نعم. تدخل فيه الملائكة. سؤاله الرابع يقول فيه: كيف تتم الزكاة على المال المتزايد كل شهر من رواتب الموظف؟ فقد يحول الحول وتحت يدي من المال ما تجب فيه الزكاة، ولكن بعضه لم يحل عليه الحول، فماذا أفعل به؟ إذا خصصت شهرا من السنة تخرج فيه زكاة المتحصل لديك والمجتمع لديك من المال، نعم، كشهر رمضان مثلا، هذا لا شيء طيب، تخرج الزكاة عن ما تحصل لديك، ما كان تم حوله فتكون الزكاة قد أخرجت في وقتها، وما لم يتم حوله تكون قد عجلت زكاته، وتعجيل الزكاة جائز إذا كان لغرض شرعي، وهذا هو الذي لا يسع الناس خصوصا الموظفين، لا يسعهم إلا العمل بهذا. نعم. يحدد شهر معين شهرا من السنة يجعله رأس الحول. نعم. يجعله وقتا لإخراج زكاته إلى مثله من السنة القادمة. نعم. نعم. سؤاله الأخير يقول: في بعض المساجد عندنا يجمعون الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء بدون عذر مبيح للجمع، فهل أصلي معهم أم أصلي منفردا في المسجد أم في بيتي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الجمع بين الصلوات هذا لا يجوز إلا لحاجة شرعية وعذر شرعي، كالسفر مثلا والمرض الذي يحتاج المريض معه إلى الجمع، وكالمطر بالنسبة للمغرب والعشاء الآخر، هذه الأعذار التي تبيح الجمع. أما الجمع من غير عذر كما ذكرت هذا لا يجوز. أما ما ذكرت من أنهم إذا فعلوا هذا هل تصلي معهم أو لا، كما أشرنا إلى أن هذا الجمع غير صحيح، فأنت لا تجمع معهم ولكن صل الصلاة الأولى، وإذا قاموا للثانية فلا تصلي معهم، مع أنه يجب عليك أن تنكر عليهم هذا وأن تبين لهم أن هذا عمل لا يجوز، فإذا لم يستجيبوا صلي معهم الصلاة الأولى ولا تصلي معهم الصلاة الثانية. جزاكم الله خيرا. وردت من المستمع عبد الله معتوق القل من أهالي جدة، يقول: كان مريضا واشتد به المرض إلى أن أدخل أحد المستشفيات، وقرر الأطباء بتر ساقيه من فوق الركبة، وفعلا قطعت ساقاه وهو الآن بصحة جيدة، ولكنه يسأل بالنسبة للصلاة، فهو لا يصلي إلا في البيت دائما، وحتى صلاة الجمعة لا يصليها في المسجد بل في البيت، فهل عليه إثم في ذلك أم أنه معذور شرعا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنه من المعلوم وجوب صلاة الجماعة والجمعة على المسلم القادر الذي لا يمنعه عذر شرعي من حضورهما. أما بالنسبة للمعذور شرعا، فإن الله سبحانه وتعالى رخص له أن يصلي
في بيته. والسائل يذكر أنه قد بترت رجلاه وصار مقعدا لا يستطيع المشي، فهذا معذور، له أن يصلي في بيته ويعذر في ترك الجماعة والجمعة، وإن أمكن أن يحمل ويحضر ما لا يشق عليه من الصلوات في المسجد فذلك شيء طيب ويستفيد زيادة أجر وخير. أما إذا كان لا يتمكن من الحضور ولا هناك وسيلة يستطيع بها أن ينقل إلى المسجد فهذا معذور وعذره واضح في هذا، وإذا حافظ على الصلوات في أوقاتها فنرجو له المثوبة والقبول. وإذا كان عنده أن يصلي معه في البيت جماعة، مثلا لو قدر أن أحدا له عذر شرعي مثله فاجتمع وصلي جميعا فهذا يحصل به المقصود من الجماعة، أما غير المعذور فإنه يتعين عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي فيه. نعم. لو فرضنا أنه هناك من يستطيع إيصاله إلى المسجد بوسيلة نقل كالسيارة مثلا، هل يكون عليه إلزاما الحضور في المسجد؟ إذا أمكن هذا هو أحسن، والحرص على ذلك أحسن مهما أمكن، إنما ليس على وجه التكليف. ما أرى أنه يعني يتعين عليه تعين، لكن إذا حصل هذا نعم فهو أحسن. صلاته بقية الأوقات في بيته مع أهل بيته كزوجته مثلا وبناته له ذلك أيضا وله أجر الجماعة؟ لا مانع من ذلك، لكن يكون هو إمام يكون هو الإمام. نعم. لكن هو لا يتمكن من القيام في الصلاة، وهو ليس مثلا إمام الحي أو إمام المسجد حتى يقال أنهم يصلون خلفه جلوسا. نعم. فما لا يناسب أن يصلي معه من ليس حالته كحالته، الأفضل أن يصلي منفردا. يصلي نعم يصلي لوحده. بارك الله فيكم. له سؤال آخر يقول: حالتي المادية والحمد لله ميسورة، ولذلك فقد جهزت في العام الماضي 3 رجال ليحجوا عني وعن والدي ووالدتي، علما أنني سبق وأن حجيت، ولكني أعتزم الاستمرار في هذا العمل ما دمت حيا، وهو تجهيز 3 رجال للحج عني وعن والدي، فهل في ذلك مانع ديني؟ جزاك الله خيرا، هذا من الحرص على الخير، وما دمت قد أديت فرضك وتريد زيادة نوافل وتقيم من ينوب عنك وعن والديك في ذلك لا مانع من ذلك. النيابة في نفل الحج لا بأس بها، وأما النيابة في فرض الحج فإنها لا تجوز إلا في حالة العذر وعدم الاستطاعة بالبدن. نعم. أما النيابة في النفل أمرها واسع، استمرارك على هذا شيء طيب ونرجو له القبول إن شاء الله. لكن قوله يستمر في ذلك مدى حياته لا يأخذ هذا مأخذ النذر؟ لا، هو يسأل هل الاستمرار فيه شيء؟ لا مانع من ذلك، هذا زيادة خير، لكن أقصد عزيمته على الاستمرار. مجرد عزيمة هذا لا يعتبر نذرا، لكن لو ترفض وقال لله علي أن أقيم كل سنة 3 رجال يحجون عني وعن والدي صار نذر لو تلفظ به. أما مجرد نية وعزم هذا لا يصيره نذرا، وإنما هذا يعتبر نية للخير وقصدا للخير. نعم. أحسن الله إليكم. هذاني سؤالان من المستمع إبراهيم محمد أحمد، مصري يعمل باليمن الحديدة. سؤال الأول يقول: قبل حوالي 8 سنوات تقريبا أفطرت يومين في رمضان متعمدا وبدون عذر، وحتى الآن لم أقضي هذين اليومين ولم أكفر عنهما، فماذا علي أن أفعل الآن؟ قد أخطأت في إفطارك في نهار رمضان من غير عذر شرعي، والمسلم الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يجوز له أن يفطر في نهار رمضان من غير عذر شرعي، لأن صيام رمضان أحد أركان الإسلام، تساهل فيه أو الإفطار من غير عذر شرعي هذا دليل على ضعف في الإيمان ونقص الإيمان، فعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى. عليك في هذه القضية 3 أمور: الأمر الأول التوبة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى من هذه المعصية العظيمة، والأمر الثاني أن تقضي هذين اليومين، تبادر بقضائهما وتفريغ ذمتك من هذا الواجب العظيم الذي تساهلت فيه، والأمر الثالث ما دام أنه أتى عليك رمضان آخر أو أكثر من رمضان ولم تصم ولم تقضي هذين اليومين فإنه يجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم. عليك 3 أشياء: أولا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ثانيا قضاء ما تركت من الأيام، ثالثا إطعام